سواء أكنتم تعملون في مكتب مشترك غير منظم أم في مكتب داخل المنزل، فخزائن الملفات عنصر أساسي لمكان عمل فعال. هي تحافظ على تقاريركم وملفاتكم مرتبة منظمة وبعيدة عن العيون، بالرغم من أنها على بعد درج وحسب، وحين تعوزكم المساحة ستشكل منضدة رائعة لماكينة القهوة. تبدأ خزائن الملفات كصفائح من لفة فولاذ بارز، وهو معدن رقيق يسهل طيه ولحامه وطلاؤه. وفيما تسحب الصفيحة من الأسطوانة تمر عبر ماكينة تسويها وتزيل الالتواءات منها، ثم تدخل المكبس لتشكل قوالبه الجزء المحدد، فتكمله بالثقوب والشقوق والزخارف. خزانة الملفات مصنوعة من نحو 60 جزءاً معدنياً. للنماذج الأكثر بيعاً، يمتلك المصنع قوالب مصنعة خصيصاً لتثقب كل جزء، لكنه يصبح نظاماً مكلفاً للنماذج التي لا تنتج بكثرة. لذلك لخفض الحجم أو صنع خزائن ملفات موصاً عليها، يستخدم المصنع هذه الثقابة الموجهة بواسطة الكمبيوتر. هذه المعدات تشتغل بسرعة أبطأ بكثير من المكابس التي شاهدناها سابقاً، لكن ميزتها أن بالإمكان برمجتها لتثقب أي حجم أو شكل أو تصميم مهما كان معقداً. تصمم أجزاء عدة من الخزانة لتلوى بالشكل المطلوب، ويقوم العمال بذلك يدوياً بواسطة ماكينة تسمى مكبس طي الصفائح المعدنية. هذا الجزء سيكون أعلى الخزانة، لذلك يطونه على طول محيطه لتشكيل أطراف عرضها 75 سنتيمتراً فاصل ثلاثة وبزوايا ملحومة بقوة ومتانة. هذه الآلة اسمها ماكينة الثني المكرسة، لأنها تستخدم لثني نوع واحد من الأجزاء فقط، وهي أبواب خزانة الملفات. ينتج المصنع أبواباً كثيرة تتطلب فعلاً تصميم ماكينة خاصة بها. الأبواب أيضاً تطوى نزولاً على طول المحيط لصنع أطراف عرضها سنتيمتر واحد مع زوايا ملحومة بشكل متين. قاعدة الخزانة تلحم بصفيحة الفولاذ نفسها المستخدمة للأجزاء الأخرى، ثم تأتي تعزيزات معدنية صغيرة لتجعلها صلبة كفاية ولتتحمل الوزن الزائد للأدراج المليئة بالملفات. لتركيب الخزانة تقوم ماكينات آلية بما يسمى باللحام المقاوم، وفيها يصهر المعدن باستخدام حرارة قوية من تيار كهربائي. المجموعة الأخرى من الماكينات الآلية تلحم وحدة الجانب والظهر بأعلى الخزانة. ثم يركب العمال القاعدة باستخدام لحام ماج، وهو لحام يضيف معدناً على طول المفصل لتشكيل خط لحام قوي. مجدداً، لا يعود بالفائدة الاستثمار في معدات اللحام الآلية ما لم تكن النماذج تنتج بكثرة، لذا يلحمون يدوياً إنتاجاً متدني الكمية مثل تلك الخزائن الصغيرة التي تدحرج أسفل المكاتب. في قسم الطلاء تغلف المرذاذات الدوارة الخزائن برذاذ من الطلاء يحتوي على مركب الرتينج الكيميائي لزيادة المتانة. هذه المرذاذات تشد ذرات الطلاء بواسطة شحنة كهربائية سالبة، ما يجذب الذرات إلى شحنة موجبة للخزائن، مشكلة طبقة شاملة ومتساوية. بعد وضعها 20 دقيقة داخل فرن لخبز الطلاء تبدأ عملية التجميع. أدوات منزلقة بمحمل ذي كريات ستجعل الأدراج تربط فوقها مسالك للأبواب المطوية نزولاً وعوائق للأبواب لكي لا تسحب عن مسارها. وأيضاً ثمة نظام إقفال يغلق في آن معاً طرفي كل باب ويجعل الملفات المحفوظة في الداخل صعبة البلوغ. الخطوة الأخيرة هي تركيب الأبواب والأدراج باستخدام مطرقة كاوتشوك لكي لا تلحق الأضرار باللمسات الأخيرة. كل درج يتحمل 90 كيلوغراماً من الملفات، ويسمح نظام إقفال داخلي بفتح كل درج على حدة، وهذا النظام يمنع الخزانة من أن تنقلب إلى الأمام.